استضاف لأول مرة، كان أول دورة ألعاب بحر متوسط 1951، واستضاف أول دورة ألعاب عربية 1953. ده التاريخ اللي هو بيفرق استاد اسكندرية عن أي استاد تاني. بالنسبة للبطولات أمم أفريقيا، استاد اسكندرية استضاف 3 بطولات، 1974 و1986 و2006. كان في مجموعة من مجموعات البطولات دي في استاد اسكندرية. يعني دي هتبقى المرة الرابعة إن شاء الله إن استاد اسكندرية يستضيف مجموعة من مجموعات البطولات الأفريقية إن شاء الله. خلينا الأثر اللي موجود داخل الاستاد، وخدنا موافقة اللجنة الدايمة لتخصيصه لإنشاء متحف لتاريخ الرياضة المصرية، وتم الاتفاق في المحضر التنسيق على أن يكون تجميع جميع الآثار الرياضية الموجودة في متاحف مصر وتوضع في هذا المتحف ليكون مزار الرياضة على مستوى مصر كلها، ليس تاريخ اسكندرية بس. المتحف الثاني هيكون بوابة المواسم التاريخية دي، احنا دلوقتي بنجهزها إنها تكون متحف لتاريخ الاستاد فقط.